صباح الخير الإخوان المتتبعين ديالنا. بالنسبة للريزرفوار ديال الماء هو هذا، هذا هو الشانتي اللي كنخدمو دابا حاليا. بالنسبة للدخلة ديالو هي هادي، الباب ديالو غطيناه غير على حساب الريح. بالنسبة للهطور ديالو هو هذا الداخل ديالو، هادوك جوج هادوك الطوابل عاوتاني كيتوزو فيهم الكانيفو تاع اللي معاود، هادوك هاهما ملي كيدخل لهم الماء الكانيفو هو. من بعد كتفرق عاود هنا، ومن بعد كتفرق عاود تاني هنا. وبالنسبة لديزيسكالي، ديزيسكالي غيدوزو هنا، طلعو منا فوالا، حتى كيمشيو لهاد الطبلة هادي، كيدخلو فهاد الطبلة وكيدخلو فداك الرومب الفوقاني. إذن على بركة الله غادي نطلع للفوق إن شاء الله بحول الله، وغنشوفو الخدمة ديالنا كيفاش دايرة. من بعد ما طلعت خوتي وصلت الفوق، راني هنا الفوق، هذا هو لا كوبول، لا دوزيام بارتي ديال لا كوبول هي هادي. هادي هي الضلة دابا اللي كتكون فوق الماء هي هادي. بالنسبة للكروتير ديالها هو هذا، بالنسبة للكروتير هكا كيفاش كيكون. من بعد كنزيدو له الصماطي ديالو، صمطة صمطة صمطة، كتزاد صمطة صمطة، والصمطة في هذا الراس هذا. والنهار ديالكم مبارك سعيد في هاد العواشر المباركة. بالنسبة للنهار راه مشمس تبارك الله زوين، بالنسبة للخدمة هاهي ندير لها روباج ديالها، ضب الناب ضب الناب في الشركة. بالنسبة لراك الروتير نتاع البرة الأولى كيفاش، البرة الثانية كتجي في هاد الشركة هادي باش يكون قدامنا القطار ديالو. الفيراياج كما كتشوفوا راه حنا خدامين فيه، مازال خدامين فيه، ما راه ممكن ندير فيديو غير ما كنبغيش المشاهدين يقولوا لك ما كنلوحش شي فيديو في اليوتيوب ولا كان. واخا بغيت نخلي هاد الضلة هادي حتى نساليها زعما عاد ممكن نصورها، ولكن حبيت انا نصورها هكا حبيت تبقى عندي هكا، عاود ندير فيديو فاش نبغي ندير نكمل ماشي مشكل. الحمد لله الخدمة دازت في أمان الله. بالنسبة ل
وهذا بالنسبة لورا خلاص الكروتير نصمر عليه الحصور عاوتاني كيطلع كيطلع الحصور وكيطلع الحصور الدخلاني من بعد كنديرو القلبة كنديرو الكفراس ديالنا من بعد ما كنعمرو هاد الضالة هادي هاد لي زابطونت كنديروهم باش دابا النيشان كيقبطو راسهم يقبطو وديك الساعة عاد غادي نخدموهم عاد ديك الساعة نخدموهم بعد ما طلعنا الفوق ديالنا ديال الضال سبق لي وهدر داك المرة على داك لاكروتير غادي يجي عاد لهاد النيفو ديال هنا تاع دورا فيه لي كوت تاع نيفوال هذا هو الفوال ديال الشابو اللي غيكون هو هذا بالنسبة اللي كنقولو برا ديال الشاطو بحال هكا كندخلو من هاد الباب هذا هذا هو راه تراسيتهم بالصفر باش يبقاو لي بلاصة الحديد الفيريا شنو غنديرو ولي بوان ديالي كنخلي لاروباج ديالي منا هو هذا كندير الحصور ديال هاد الباب هذا ديال الدخلة ديال الشطو هنا ملي كتدخل مع هاد الباب هذا كتدخلو مع هاد الباب هذا كنزي كنجي كنلقى واحد الشرجيم صغير فيه أربعة شرجمات صغار وهنا شرجم كيطلع على الجوي الشرجم كاينين أربعة لداخل كاينين ثلاثة لداخل عندك واحد وهذا الجوج وهذا الثالث وهذا بالنسبه لهذا راه الباب ضر الباب ديال الدخله كيكون الخروج عاوتاني كيهبطوا لهاد لا طابل هذه اللي كتكون هنا لداخل وهذا الداخل هذا كله كيعمر بالماء 500 متر كوب ديال الماء وبالنسبه لهذا راه الشرجم وهذا غيكون فوال ديال الشابو هذا اللي كدور معاه كل فستان جوج وهنا الشرجم كي يطلع على هاد الجهه هادي كتدخل في وسط الفوال الثاني كتلقى الشرجم كيطلع على هاد الاتجاه هذا وكندخل نجي وكنلقاو الباب ديال الخرجه عاوتاني منه كنخرجوا منه كندورو مع لاكوبول ديالنا من الفوق الكروتير راه حنا خدامين فيه باش بالنسبه للكروازمو ولا شي حاجه راه ديما الكروازمو كنكبروها ما كنقدوش ها شوف منين شاد حتى لهه كنديروا فيها تقريبا 2 متر ديال الكروازمو ها هي ايوا ها الشابو كيفاش كيكون الشابو الفوقاني ديال الريزيرفوار هو هذا الشراجم ديالو من بعد عاود تاني نقوليه ولا سبق ان شاء الله نكمل الكروتير يبان داكشي هو هذاك نديرو شي فيديو تاني ايوا كنشكركم على الدعم ديالكم وكنشكركم على التعليق وكنشكركم على كل شيء